And please welcome our lads to the field. ستنطلق صافرة بداية الشوط الثاني. الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ. بطاقة صفراء، قرار سليم للحكم. ما حدش هيطلعها منه ثاني. تمريرة جميلة. بمجرد ان يفقد الكرة يتحول كل اللاعبين الى الضغط من اجل ادبار الخصم على ارتكاب الاخطاء. استعادة الكرة في اقرب وقت ممكن، اسلوب فعال جدا حينما يطبق بشكل سليم ويكون دائما مميز بالنسبة للفريق اللي عنده الجودة الهجومية بصراحة والقدرة على تطبيق هذا الضغط. كانت انطلاقة مميزة لكن المدافع كان له رأي اخر، تدخل حاسم في توقيت رائع. كينجزلي كومان يا راجل اكيد يشتت الكرة. جوردي ألبا تدخل رائع، كان عليه ان يواجه الخطر قبل ان تشكل هذه الكرة خطورة على مرمى فريقه. كرة الى الامام، استعادة الكرة سريعا. فان دايك يتدخل في الوقت المناسب، يبحث عن المهاجم، مساحة خالية على الجانب. حلول كثيرة كانت متاحة في هذه اللعبة، لقد كان بالإمكان أفضل مما كان. ضاعت فرصة محاوة خطيرة جدا. أراجل يشتتها بعيدا. The attendance for this match was 71,649. عادت الكرة. كينجزلي كومان والكرة في الشباك. جول. قنام المرمى. يا لها من فرصة، يا لها من نهاية. هذا اللي يقول لك لاعب حاسم. هذه قدرات خاصة، هذه مهارات خاصة لا يتمتع فيها الا القليل. التمركز، التموقع، سرعة ردة الفعل، الانتباه لكل كرة في الملعب، استغلال الفرص، هذا أمر كبير جدا. يتواصل اللقاء وأصبح الفارق هدفين. أكيد بهذا الهدف الأمور تتغير، فريق يفقد الأمل وفريق يبدأ في الشعور بالراحة والسيطرة على الأجواء. ضاعت الفرصة على الفريق بسبب غياب الحسم في الأمام. مثل هذه الكرات كانت تحتاج إلى سرعة، إلى اتخاذ قرار، إلى ذكاء. باص سيء لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. فان دايك، دي يونغ يلعب كرة على اليسار عند المساحة الخالية على الطرف، وصلت إليه. يتقدم بقوة بدنية كبيرة. تمريرة غريبة في مكان خطير. محمد صلاح، الكرة ملعوبة من مسافة. تمريرة جميلة. يلعبها لمنطقة الخطر. مبابي، بداية هجمة كانت مبشرة واعدة لكن الهجمة في الأخير انهارت بسبب رعونة عند المهاجمين. يستعيد الكرة بعد ضغط هائل. لمسة على اليسار. الآن فرصتهم للمرتدة. يحاول إيصال كرة إلى الأمام لكن كرة خاطئة لا تمر. والآن تغيير سيتم مع توقف الكرة. تغيير تكتيكي رائع هنا بدخول لاعب جيد في التمريرات. راح نشوف فكر المدرب كيف يطبق الآن في الملعب. ضغط قوي وينجح باستعادتها. بابي كادت العقوبة أن تكون سريعة هنا. كينجزلي كومان، الله على
هذا الأداء، هدف آخر تألق كبير، نهاية جميلة جدا بعد تمريرة من ذهب. إنهم يتقدمون الآن بفارق مريح 3 أهداف. رمية جانبية إذن، ديباي يلعبها في المساحة، جوردي ألبا، الكرة ملعوبة إلى الأمام، يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة. لا تسألني كيف ضاعت، لا أعرف كيف أضاع الفريق هذه الفرصة المتاحة، شيء غريب شيء خيالي بصراحة. هجمك محمد صلاح، يا له من تألق ويا له من حارس مرمى. فرصة أخيرة لزيادة الغلة التهديفية من هذه الركنية، بالكاد نجح في إبعاد الكرة. There will be 3 minutes added time. يانسن، فرصة هجوم معاكس، تمريرة جميلة تخترق الدفاع، تلعب الكرة إلى الأمام، تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. هي وتنطلق الصافرة وهكذا تنتهي المباراة. يا لها من عودة مذهلة. And please welcome our lads to the field. ستنطلق صافرة بداية الشوط الثاني. الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ. بطاقة صفراء، قرار سليم من الحكم. ما حدش هيطلعها مني ثاني. تمريرة جميلة، بمجرد أن يفقد الكرة يتحول كل اللاعبين إلى الضغط.